السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نعمر بصله الحوت، وبغيت نشارك معكم الديكور ديالها او التقنيه كيفاش نعمر البصله. فما كرهتش نشارك معكم لي زيتاب المراحل باش نحضروا بصله الحوت، ولكن مع الاسف عندي المشاهدات قلال في قناتي. كنتمنى يكونوا كثار تبارطاجوا مع العائله ومع الاصدقاء، وان شاء الله نشارك معكم تحضير البصله من المرحله الاولى حتى النهايه ان شاء الله. فبقاو معايا تشوفوا طريقتي كيفاش غادي نبني البصله او هذا الديكور اللي غادي نديرها اليوم. عندي طبيعه الحال الحشوه ديال البصله، الفيلي ديال الحوت كنخليه شويه النص كنديرو مع الحشوه ديال الحوت اللي فيها الكالامار، كروفات، لي فيرميسيل، شامبينيون نوار، وكذلك فخي، وكذلك الفلافل مقطعين دي مورسو صغار مشحرين. وهنا عندي الكالامار اللي غادي اللي حتى هو خليته باش نوضعو في الفوق مع الفيلي ديال الحوت. عندي اوراق البصله، بغيتي عندي الزبده مذوبه اللي غندهن بها اوراق البصله، وكذلك طوا، عندي بيضه، وعندي كذلك شرموله. هاد الشرموله كنخليها اللي كندير منها الحشوه ديال البصله، وكنخلي منها باش نوضعها في الفوق باش كتزيد نسمه اخرى للبصله، فيها القزبر، فيها الزبده مذوبه، فيها الصوجة، وفيها الحامض، ملحه، وبزار، وسكنجبير. فانا اخواتي ما كنزيدش اضافات للبصله، ما كنبغيش هادوك التوابل، يعني العطريه ديال البصله او لا، يكفي العطريه ديالنا راه تبارك الله زوينه. سكنجبير فخي، وسكنجبير يابس، وكذلك تحمره حاره، فلفله حاره، بزار، ملح، فهادو كافيين كينسمو. والزبده البصله بطبيعه الحال كتحتاج للزبده اللي كتعطيها نسمه خاصه. فبقاو معايا تشوفوا طريقتي كيفاش غادي نلف هاد البصله. كناخد طاوة ديال البصله كندهنها بالزبده باش ما دهنتو راه باش ما مزيان. دهنوا الجوانب كامله، تقدروا ديروا الزبده والزيت، انا هنا درت غير الزبده مذوبه. دوك نبدا ناخذ الورقه ديالي، بهذه الطريقه النص كنخليه لداخل والنص كنخليه على برا. دائما كنوضع الاخرى، كتجي الثنيه الاخرى على الورقه اللي وضعت من قبل. هنا اخواتي ملي دورتهم على الطاوه كاملين هذوك الوريقات، كنجي في التحت كنوضع وحده، وكنعاود ندهن بشويه ديال الزبده. كناخذ الحشوه ديالي وكنحاول ما امكن غنوضعها غير في هذا الجنب. كذلك هاد لاستيس البنات غينفعكم حتى الا ما عندكمش ديريبوز عادي. وكنحاول ما امكن غنوضعها غير في هذا الجنب. كذلك هاد لاستيس البنات غينفعكم حتى الا ما عندكمش ديريبوز عادي. هنا خديت الحشوه بديت كنعمر هاد الجوانب، فهاد لاستيس البنات غادي ينفعكم حتى البنات اللي ما كيتوفروش على المول العجيب، وبهكا كتعطينا شكل زوين. كنحاول نوزعها على الجانب ديال الوسط، كنخليوه خاوي
هنا اخواتي غادي نبدا نحط هذاك الفيلي كما كتشوفوا، نحطوه الفوق نبدا نحط بحال هكذا، نحط كذلك الكلامخ هنايا. ملي كنست في هذوك لي فيلي ديال الحوت كنوضع كناخذ هذيك لاصوص وكنجي نديرها فوق الفيلي ديال الحوت وفوق لي كالامار باش حتى هما كيتنسمو. هنا اخواتي كناخذوا الورقه الاولى اللي وضعنا هي اللي كنحاولوا ناخذوا فوالا هي هذه وكنجيو نتنيو بهذا الشكل كنبقاو نجمعوا باش ما جمعناها باش كتعطينا داك الشكل مزيان. دائما كندفعوا الحافه بهذا الشكل هذا ديما كنعاودو نجمعوها مزيان هنا اخواتي. في هذا الوسط خديت ورقة كبيرة وضعتها الوسط، من الاحسن خذوا الورقة من الحجم الكبير وغادي نبدا نوضع تاني الحشوة. وغادي نزيد شويه من هذاك الفيلي ديال الحوت وشويه ديال الكالامار كذلك لاصوص وغادي نبدا نجمع بهذا الشكل هذا. هنا غناخدها وغادي نقلبها بهذا الشكل، فهادو غادي يتغطى هنايا بالوراق ديال البطالة. هنا اخواتي كنبقاو كل مره ندهنوا بشويه ديال البيض وكناخذوا هادوك الخيوط ديال الورقه وكنحاولوا نثبتوهم فوق البطالة كامله. اخواتي هنا البسطيلة ديالنا راها واجده، دورتها كامله بهذوك الشروط ديال الورقه ديال البسطيلة كما كتشوفوا. بقى هنايا هذا الوسط اللي غادي نزينوه بعد ما طيب. الان انا ندخلها الفران فغادي نغطي عليها بابي الومنيوم او بابي كويسون باش طيب، والبسطيلة كتاخذ ساعه تل ساعه الا ربع تقريبا على حساب لو فور. انا عندي مويان متوسط فانا نخليها في الوسط باش كيبقى كيطلع عليها داك الطياب شويه بشويه.